نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ حلقتنا ضمن سلسلة شهر الفتوحات، والحلقة الثانية هي معركة شقحب. إن من الظواهر الجلية بتاريخ الإسلام هي ارتباط حركة الجهاد في سبيل الله بتوجيهات العلماء وجهودهم، ويظهر جليا في قتال المسلمين وصد عادية المغول، فقد استطاع المسلمون إيقاف زحفهم وكسر حملتهم، وكان ذلك في معركة عين جالوت على يد المماليك. ولما مر زمان ضعفت فيه هذه الصلة وغاب العلماء عن توجيه الأمة قيادتها، استظهر عليهم المغول مرة أخرى، وكان ذلك في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ففي سنة 699 هاجم المغول الشام مرة أخرى بقيادة الطاغية غازان، فسقطت مدن الشام واحدة تلو الأخرى، وأشاع فيها القتل والدمار والخراب. ومن هنا بدأ دور العلماء بتوجيه الأمة وترشيدها، يقودهم ويحررهم العالم الفذ والبطل الشجاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي التف الناس حوله يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم ويدعوهم للجهاد، ويصدر الفتوى بأن المغول مارقون من الإسلام. ولم يكتفي بذلك، بل ذهب إلى القاهرة إلى السلطان المملوكي يحث على الجهاد ونصرة أهل الشام، ثم عاد إلى دمشق يبشر أهلها بقدوم السلطان. وفي سنة 702 خرج أهل دمشق يقودهم العالم الفذ بن تيمية حاملا سلاحه مع جماعة من العلماء، وكان ذلك في يوم السبت من شهر رمضان. التقى الجيشان في شقحب أحدى نواحي دمشق، واستمر القتال إلى يوم الثاني، ونصر الله المسلمين وانهزم المغول وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وقتل من المغول العدد الكثير وأسر منهم كذلك، وأتم الله النصر للمسلمين. فرحم الله ابن تيمية قد كان إمام المسلمين بحق وبطلهم في وقعة شقحب، وكان لهذه الغزوة نتائج عظيمة، منها أن الله كشف الغم عن المسلمين، فقد قال الذهبي: فوالله ما ذقنا يوما أحلى منه. ونلتقي مع معركة قادمة بإذن الله، وهي معركة غدوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نحن